بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا
إن الله بما يعملون محيط. وإن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم. صدق الله العظيم.